السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية متابعين الكرام. بالنسبة للناس اللي بيقولوا أنه عازل الصوف الصخري سام أو مسبب الأمراض أو للمشاكل، احنا بنأكد من داخل الموقع انه انا عندي مجرى الهواء، طبعا هذا هو الصوف الزجاجي اللي احنا بنتكلم عنه، انهم بيقولوا انه هذا هاي المادة طبعا سامة للإنسان. احنا بدنا نأكد على شيء من موقع العمل انه هذه المادة لا تتعرض لهواء التكييف اطلاقا. تمام، انا عندي هذا الدكت، شايفينه حاليا هذا الدكت، هذا المجرى شايفينه، هون عندي دكت وعندي ريديوس، تمام، والدكت هون حاليا انا هذا هو مجرى الهواء، انا ما بيتعرض عندي مجرى الهواء اطلاقا، تمام، للصوف الزجاجي. هذا هو الصوف الزجاجي، هو عباره عن عازل خارجي، ومن ثم بعد العزل طبعا وبعد الكونكت يتم لف هذا العازل بالقماش والفوستر، شايفين عازل تماما، وما بيكون في اي اتصال للصوف الزجاجي مع الهواء اطلاقا. تمام، شوف الصوف الزجاجي اوريدي في له طبقه، واحنا بنرجع بنعزله بالقماش والفوستر، شايفين. وعندنا الوصلات، هاي وصله بتكون ما بين هذه قطعه وقطعه، ايضا هذه الوصله يتم عزلها ولفها ووضع سيليكون، ومن بعدها وضع الصوف الزجاجي، ومن بعدها يتم وضع القماش والفوستر. فاحنا بناكد على انه بالنسبه للاعمال اللي بتتم في مواقع العمل في الدكت الصاج ويتم فيها استخدام الصوف الزجاجي، لا يتم اطلاقا ولا في اي حال من الاحوال تواصل ما بين الهواء وما بين الصوف الزجاجي. حتى عندنا اللي هو هذا العازل الداخلي واللي هو اسمه عازل الصوت، شايفينه، هذا فيه صوف زجاجي من الداخل، تمام، فيه صوف زجاجي من الداخل، بالتالي ايضا معزول تماما، واحنا بنقوم بعمليه لفه بهي هون، شايفين هون الوصله، على اساس ابدا ما يفك ولا يتم تواصل ما بين الصوف الزجاجي وما بين طبعا هواء التكييف اطلاقا. عندنا هذا العازل الخارجي الموجود معنا، شايفينه، وهاي الوصلات حاليا انا هون عندي، شايفين في صوف زجاجي، هون في صوف زجاجي، راح يتم تركيب قطعه من صوف زجاجي هون، طبعا بعد ما يتم تركيب اللي هو السيليكون وتركيب الومنيوم تيب، من بعدها بيتم تركيب صوف زجاجي مره اخرى، ومن بعدها يتم تركيب هاي طبعا اللي هي القماش والفوستر، بالتالي ما بيكون في عندي تواصل ما بين الصوف الزجاجي وما بين الهواء اطلاقا. هذا العازل الداخلي ايضا صوف زجاجي، تمام، يتم تركيبه من الداخل، ولكن الطرف الثاني شايفين عبارة عن قماش كتيم تماما، تمام، لذلك مثل ما بتشوفوا هون احنا هاي القطع المعزولة، شوفوا الاطراف الاربعة هون على الدائر من الجهتين، لما يكون في عندي عازل داخلي في القطعة يتم أيضا غير الجلو وغير اللي هي الاستيكر المسامير اللاصقة، تمام، بيتم عزلها من الأربع أطراف حتى ما يكون في عندي تلامس إطلاقا ما بين الصوف الزجاجي وما بين الهواء. يعطيكم العافية.